السلام عليكم، أنا اسميتي أليس موريسون، أنا من اسكتلندا وأنا ساكنة هنا في إمليل. أنا كنت هنا في المغرب منذ سن 5 سنين، وأنا بغيت أقول أن الحادثة المقتل البنات هذا شيء غريب جدا. أنا استغربت وأنا سمعت الأخبار، عشان أنا لقيت هنا في المغرب الناس ظريفين، الناس مخلصين، والحياة زوينة. أنا أعرف أن هذا مش كان من الناس مخلصين، مش من المسلم الصحيح، هذا شيء غريب. ولكن عندنا نفس الشيء في بلدنا، شفنا نفس الشيء من داعش، من ISIS، في لندن، في باريس وفي بروكسل. هذا شيء خيب، ولكن مش شيء من الناس. الناس هنا في المغرب ناس ظريفين، ناس مخلصين، وأنا مشكورة، أنا متشكرة أكون معكم هنا في بلدكم الزوينة. شكرا. باسم جمعية المرشدين ديال السيتي فاطمة كنستنكروا هذا العمل الإجرامي اللي لا دين ما كيقبلو لا ملة ما كتقبلوش. هذا الشيء تيأثر على السمعة ديال البلاد هي الأولى، قبل ما نشوفوا الاقتصاد ديال البلاد، ولكن السمعة ديال البلاد تتقاس هي الأولى، والسمعة ديال الشعب كلها هي كتقاس. وأنا بغيت نوجه واحد الميساج للعالم، أنه السمية ديال هذا الجبل الأطلس اللي القدام جدودنا كيسميوه أدراندرن باللغة الأمازيغية، أدراندرن تيعني جبل الحياة. لا بينا نشرحوها باللغه العربيه يعني جبل الحياه. كيفاش هذا الجبل اللي كيعطي الحياه لقدام، انه كيشوفوا هذا الجبل جبل ديال الحياه كيعطي الحياه، هاد الناس داروا في هذه الجريمه. هذه الجريمه كتمس بالكرامه ديالنا، بالثقافه ديالنا. وبين نرجعوا ثاني للامازيغ، بين نعطي السميه ديال المراه باللغه الامازيغيه اللي كتعني المراه، تمغرت باللغه الامازيغيه تتعني تمغرت. تمغرت الا بينا نشرحوها لاي لغه اخرى تتعطينا، الا بينا نشرحوها للغه العربيه كتعطينا القائده، هي القائده الا بينا نشرحها باللغه العربيه. كيفاش هاد الناس هادو، هاد الشعب هذا، هاد الثقافه هادي اللي كتكرم هاد المراه وكتكرمها تتعطيها الاسم ديال القائده، انه هاد الناس هادو جاو قتلوا جوج عيالات، جوج بنات باقي صغار، وحنا المراه عندنا مقدسه. صراحه الله احنا جينا اليوم كمجتمع مدني باش نمثل المجتمع المدني على باش ندو نشجبوا هاد العمل الارهابي اللي هو لا يمت حتى شي صله لا للدين الاسلاميه ولا للتقاليد المغربيه ولا اللي معروف الحمد لله المغرب معروف بها عالميا. ومن هذا المنبر حنا صراحه الله تتزاحم الكلمات في الفم ديالي، ما عرفتش اش باش نعبر المصطلح باش نعبر بهذه المناسبه الاليمه. صراحه الله حنا هنا تنتضامنوا مع اهالي ديال الضحيتين بهذه المناسبه الاليمه، وكذلك تنددوا بهذا العمل اللي هو لا يشرف صراحه الله، لا يشرفنا احنا كبلد اللي هو عنده سمعه طيبه. وصراحه الله ما اسف ما عرفتش كيفاش نعبر. حزن ما حدث منذ بضعه ايام في هذا الاقليم وفي سفح الجبل إمليل، وبمصرع سائحتين من بلاد اسكندنافيا، سائحتان جاءت لاكتشاف هذا الجبل وجماليه المنطقه، جاءت بفرح للقاء المغاربة، لكن قوبلت بفعل شنيع جدا. لكن ما يهم قوله اليوم أن المغاربة يطبعهم الكرم، لا سيما أهل الجبل لهم كرم كبير جدا، وهم أهل جبلة قوية جدا، ولا يجب أن هذا الحدث أن ينسينا بأن الجبل قبل كل شيء هو منطقة للتعارف، منطقة لتبادل الخبرات وتبادل الإنسانية والأخوة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.